في مصر. ولكن انا بدي مثال مثلا وانا شفت المنتخبات امريكا الجنوبيه وانا كنت عايش في البرازيل وعارف وشايف ومجرب الامور دي كلها. فيه كانت في صعوبات كتيره جدا في تجهيزات المنتخبات في امريكا الجنوبيه. فاذا لازم ناخد بالنا من في الكوره علشان ما نقعدش نقيم بشكل عشوائي. لا لأن ممكن لما تيجي تكسب وتعمل نتيجة كويسة خلاص بتحط كل ده أفضل حاجة في اللي حصلت. لكن ما ينفعش كلمة إذن التقييم. يبقى إذن أنا بقول لابد من الخروج من النظرة العادية للأمور والنظرة لازم تكون عامة بصفة عامة. ولكن حاجات أشياء كتيرة جدا وتفاصيل مهمة جدا بتحصل في الكرة إن بتبقى عامل تجهيزة جيدة جدا ومعامل أداء جيد وتيجي على البطولة تعمل أداء أقل أو نتائج. ده بيحصل في الكرة طبعا. بيقول طبعا احنا عندنا اسم كبير جدا بالنسبه ل ما تنساش الصعوبات اللي قابلت الكوتش فيتوريا في الخروج الكابتن محمد صلاح, وده مهم جدا جدا ومن افضل اللاعبين طبعا في العالم وفي مصر. واذا ده انعكس على النتائج. اتكلم على الاداء ما كانش كويس طبعا. خلاص نقفل الموضوع ان هو باختصار يعني الاداء ما كانش جيد طبعا.